طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. ليس لأنهم يحبونها، محافظة يمنية يرفض مسلحو ميليشيا الحوثي الانتقال منها. الحوثيون يرفضون منع أهالي قرية يمنية 3 أيام للبقاء في منازلهم. برلمان نيوزيلندا يستهل جلسته بآيات من القرآن الكريم. يعتبر عناصر ميليشيا الحوثي العمل في مدينة إب امتيازا لهم، هناك يمكنهم أن ينهبوا ويقتلوا ويخرجوا من كل ذلك دون مساءلة وحتى عتب، وعندما يطلب منهم الذهاب لخوض معركتهم ضد اليمنيين في جبهات عدة وفقا لعنوان موقع الصحوة نت فإنهم يهربون. فرار عناصر حوثية بعد قرار نقلهم من حواجز تفتيش في إب إلى جبهات القتال. قالت المصادر للصحوة نت إن الميليشيا الحوثية وجهت بتخفيف عناصرها في عدد من نقاط التفتيش، وذلك بهدف نقلهم إلى جبهات القتال بعد تلقيهم خسائر بشرية كبيرة في مختلف الجبهات. وبحسب المصادر فقد فر عدد من مسلحي الميليشيا الحوثية من النقاط بعد أن أصدرت ميليشيات الحوثي توجيهاتها بالنقل إلى الجبهات. معركة ميليشيا الحوثي ضد مناطق حجور في حجة لم تنتهي، فبعد المواجهات الميدانية تأتي عمليات القتل والنهب لمن هم في منازلهم وعنون موقع المصدر أونلاين. حملة الحوثيين في حجور مستمرة، اختطافات واقتحام منازل ونهب سيارات. وقال مصدر محلي في مديرية حجور بمحافظة حجة إن حملة الحوثيين ما تزال مستمرة، وخطفوا زعماء قبليين ومدنيين آخرين من داخل منازلهم، بينهم جرحى كما أرعبوا الأطفال والنساء. وذكر المصدر أونلاين أن الحوثيين خطفوا علي محسن أدبع ومحمد حسن منصور وأمير علي قاسم وأحمد محمد دعكوم وآخرين. أوضح أن علي أدبع ومواطنا آخر اتفقا مع القيادة الحوثي خالد القاضي على أن يسلما نفسيهما مقابل انسحاب الحوثيين من قرى بني سعيد والتوقف عن نهب المنازل وخطف الأبرياء والكف عن إرهاب النساء والأطفال الباقين في المنازل. وبعد ساعتين من تسليم أدبع نفسه عاد الحوثيون لمداهمة المنازل للبحث عما قالوا إنه من مرتزقة العدوان، وخطفوا كل من وجدوه جريحا، وحتى اللحظة فإن مصير أكثر من 30 جريحا ما يزال مجهولا. وأضاف بأن الحوثيين نهبوا كل السيارات المتواجدة في قرية بني سعيد بينما حطموا السيارات المعطوبة. بعد أربع سنوات من الحرب ضد الشعب اليمني يختفي الشعب. هذا ما تقوله الصحفية صوفي فيلدغن في مقالها المشهور في صحيفة لوتوم السويسرية مضيفة: مهما تحدثت المنظمات الدولية فالقنابل تواصل السقوط على البلد الأكثر فقراً في الشرق الأوسط، والحرب الأهلية والإقليمية لم ينج منها 27 مليون نسمة. تقديرات عدد الضحايا غير دقيقة، فقد لقي ما بين 70 ألف و 80 ألف شخص مصرعهم في القتال منذ مارس 2015 حسب مجموعة بحثية مرتبطة بجامعة ساسكس. ولكن قبل كل شيء فإن تدمير هياكل الدولة هو المسؤول عن أكبر ضرر للمجتمع المدني. اليوم تتركز المخاطر على الحديدة، تقع المدينة في أيدي الحوثيين وهي حركة متمردة قادمة من الجبال الشمالية الغربية للبلاد على حدود المملكة. وفي محاولة لإزاحتهم فرضت السعودية وحلفاؤها حصاراً برياً وجوياً على الميناء الرائد في البلاد. لكن بدلاً من إضعاف الميليشيات أصاب الحصار السكان بشدة. في الواقع بالنسبة لليمن شكلت الواردات بالفعل 90% من الأغذية والأدوية المستهلكة قبل الحرب. سامح العولقي باحث في الصحة العامة عاد لتوه من زيارة هناك: عدت إلى اليمن لأعتني بأبي، لم يعد هناك بنية تحتية، لم يعد هناك نفط أو غاز، تم قصف المراكز الصحية، تنتشر الأوبئة ولا يوجد ما يمنعها. وقد قال مؤخراً في مؤتمر في الأمم المتحدة: منذ فترة طويلة لم يتم دفع رواتب مقدمي الرعاية، وقد غادر الكثيرون القطاع الطبي، لم يتم دفع رواتب العديد من الموظفين العموميين بما في ذلك الطاقم الطبي منذ أغسطس 2016. ما أدهشني هو حرب الطاقة المستمرة، هناك نقص كبير في الوقود والكهرباء، لكن مع الكهرباء فأنت تشحن هاتفك،
وتقوم بتشغيل المضخة لسحب المياه أو تشغيل الثلاجة للحفاظ على لحم الماعز الذي ذبحته بالأمس، كما يقول المصور غيوم بينييت. الوضع الإنساني يزداد سوءا بعد 4 سنوات وإسقاط عشرات الآلاف من القنابل. استعاد التحالف الدولي بعض المناطق ولكنه بعيد عن هزيمة الحوثيين. لقد تركت محادثات السلام في اليمن التي عقدت في ستوكهولم في ديسمبر الماضي بصيصا من الأمل، لكن بعد 3 أشهر لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة على الأرض. بينما تتحدث ميليشيا الحوثي عن سلام في الحديدة، فإن الواقع مختلف، حيث تحاول الانتشار والإعداد لمعركة جديدة. تعنون صحيفة الأيام: الحديدة، تهجير سكان قرية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية. وتقول الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن إن مسلحين حوثيين هجروا أهالي حي الربصة تابع لمديرية الحالي بالحديدة تحت تهديد السلاح، واستحدثوا فيها متارس عسكرية. وفقا للصحيفة، فقد أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تهجير وتشريد قصري لأهالي حي الربصة المحاذي لمطار الحديدة تحت قوة السلاح واستخدام العنف المفرط تجاه أهالي الحي عندما رفضوا الخروج من منازلهم التي تأويهم. وطبقا للأيام، فإنه لا يوجد لهم مأوى غير تلك المنازل الشعبية البسيطة المتواضعة القديمة. وفقا لمصادر في الحي، فقد رفض أفراد الميليشيات أي مقترحات وسط إصرارهم وتعنتهم ضد الأهالي الذين طالبوا بإعطائهم فرصة لثلاثة أيام حتى يتمكنوا من الخروج وحمل معهم ما يعينهم على الهروب، ولم يحصلوا على مهلة. محكمة في ألمانيا رفضت طلب 3 يمنيين رفعوا دعوة ضد الحكومة الألمانية، وعنون موقع يمن مونيتور الذي يتابع تطورات القضية. محكمة ألمانية تحمل برلين مسؤولية الضغط على أمريكا بشأن غاراتها على اليمن. وفقا للموقع، فقد اكتفت المحكمة بضرورة تأكيد الحكومة من احترام الولايات المتحدة للقوانين الدولية عندما تنشر الأخيرة طائرات مسيرة فوق اليمن انطلاقا من قاعدة أمريكية في ألمانيا. وبحسب تلفزيون دوتشي فيلي الألماني، لجأ اليمنيون 3 إلى المحاكم بعدما فقدوا أقارب لهم في غارات بطائرات مسيرة عام 2012 في محافظة حضرموت. وقد نقل اليمنيون دعواهم إلى ألمانيا في مسعى لدفع برلين منع واشنطن من استخدام هذه القاعدة الألمانية لشن هذه الغارات. وقال التلفزيون الألماني إن المحكمة رفضت طلب المدعين من الحكومة الحكومة الألمانية اعتبار استخدام قاعدة رامشتاين في غارات الطائرات المسيرة أمرا خارجا عن القانون. وأمرت المحكمة في نفس الوقت برلين باتخاذ تدابير مناسبة للتيقن إن كان استخدام قاعدة رامشتاين من قبل الولايات المتحدة في نشر طائرات مسيرة مزودة بأسلحة في موطن المدعين في اليمن يمتثل للقوانين الدولية. تمزيق ستوكهولم أم تقسيم اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: الوقائع تقول إن الجماعة الانقلابية في صنعاء مزقت اتفاق ستوكهولم، وأكثرها تجزم أن الأمم المتحدة تسكب الزيت على نار الحرب. سيكون تكرارا بلا داع استعراض ما سبق الحديث عنه منذ زحف الميليشيات على صنعاء ووضع الرئيس عبد الرب منصور هادي رهن الإقامة في وجود أول مبعوث خاص للأمين العام إلى اليمن جمال بن عمر. ويكفي النظر في أداء المبعوث الحالي مارتين جريفيث لكي نضع علامة استفهام كبيرة أمام ممارسة المنظمة الدولية مسؤولياتها حيال السلام والوضع الإنساني في هذا البلد كما في بلدان عديدة منذ كفت عن أن تكون ضمير البشرية كما أريد من إنشائها. في بداية مهمته عاجز جريفيث عن جمع الأطراف بسبب أعذار تحجج بها الحوثيون حتى نزل عند مطلبهم ونقل وفدهم في طائرة خاصة، رغم أنهم هذه المرة كانوا سيقبلون الاجتماع في أي مكان ويحضرون فوق أي وسيلة، فقد كانت القوات الحكومية تقتحم الحديدة من أطرافها وتقبض على المطار وتقترب من الميناء. لقد تدخلت الأمم المتحدة والقوى الكبرى بشكل سافر ووضعت الحكومة الشرعية أمام خيارات صعبة إذا لم توقف معركة الحديدة، والمعلن هو الخوف من إلحاق دمار كبير بالمدينة ومن خيار شمشون الذي هدد به الحوثيون بخصوص الميناء، ولم يكن هذا صحيحاً بالمطلق، فإن حجم الضحايا والأضرار في البلدات والأحياء المحررة يقدم الدليل القاطع على أن القوات تخوض الحرب باحتراف وحرص على الأرواح والممتلكات، وكان التهديد بعقاب قاس خياراً يمنع تنفيذ التهديد بتدمير الميناء. هكذا استردت الميليشيات الأنفاس وحشدت التعزيزات وسافر وفدها إلى السويد، وهناك أظهرت القطيعة بين الوفدين
حجم الشرخ الذي سببته الحرب في المجتمع، لكن الأخطر أن ما جرى هناك لم تكن مفاوضات وإنما مشاورات، والمشاورات لا تعني أكثر من استكشاف وجهات نظر الأطراف والوقوف على طبيعة وحجم الخلافات حتى تبنى عليها رؤية وتصور لكيفية المقاربة في جولة مفاوضة لاحقة. لا تنتهي الأزمات المرافقة للحرب المندلعة في اليمن منذ 4 أعوام، ولعل كما تقول صحيفة العرب الجديد أزمة التعليم واحدة وهي الأبرز، ولا تقتصر على جانب واحد بل تختلف طبيعتها، ومنها فقدان الكتب المدرسية. فبعد مرور أكثر من شهرين على بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، ما يزال تلاميذ المدارس في صنعاء ومختلف مناطق سيطرة الحوثيين يشكون من عدم حصولهم على كتبهم المدرسية، فيما يعتبر أولياء الأمور كما التلميذ في المرحلة الثانوية عن امتعاضهم من ذلك التقصير الذي يضطرهم إلى جهد إضافي للتمكن من متابعة دراستهم. باعزي تلميذ في المرحلة الثانوية في إحدى مدارس محافظة المحويت يخبر العرب الجديد أنه اضطر إلى تصوير المقررات الدراسية من أحد زملائه في الصف، والذي اشتراها بدوره من السوق السوداء بعد مماطلة إدارة المدرسة في تأمين الكتب المدرسية. أما رندا الحميدي وهي تلميذة في المرحلة الثانوية في إحدى مدارس صنعاء، فقالت لي العرب الجديد: التلاميذ في أمانة العاصمة معظمهم يعانون، ونحن نطالب باستمرار إدارة المدرسة بتسليم الكتب، لكنها تتحجج أن مخازن وزارة التربية والتعليم فارغة ولا تتوفر إمكانيات لطباعة كتب جديدة. عبد الله زايد أب لخمسة طلاب صرح لي العرب الجديد أنه اضطر إلى شراء الكتب المدرسية لخمسة من أبنائه من السوق السوداء، وأضاف: ثمن الكتب المدرسية لجميع أبنائي يصل إلى 20,000 ريال يمني. من الصعب توفير هذا المبلغ، فراتبي مقطوع منذ أكثر من عامين. ويبدي زايد استغرابه من توفر الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، بينما المدارس الحكومية تعاني أزمة كبيرة في هذا الإطار، سائلا: هل تدفع المدارس الخاصة المال للمطابع من أجل توفير المقررات؟ منطق الأمس ومنطق اليوم. تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفة: الجدل المتصاعد هذه الأيام حول مصادر العلم الشرعي لا يرجع للتعارض بين ما حوته تلك المصادر والمعلوم من الدين أو العقل بشكل مطلق. محرك الجدل في اعتقادي هو التعارض بين تلك المحتويات وما يتوقعه الجيل الجديد من المسلمين. العامل المحرك للجدل الحالي هو خيبة أمل الجيل الجديد من المسلمين إزاء ما يسمعونه من رجال الدين. ينتمي غالبية الدعاة إلى أزمان ثقافية سابقة، ولذا تخلو أحاديثهم من أي شيء ينتسب إلى العصر الحالي، بينما تمتلئ بقصص وشواهد ونصوص لرجال ماتوا منذ مئات السنين، وحين يتحدثون فإنهم يخاطبون أهل هذا الزمان بما كان معقولاً في الماضي السحيق. سمعت اليوم تسجيلاً منتشراً لداعية بارز خلاصته أن ولده دخل في غيبوبة أيس معها الأطباء من حياته أو كادوا، فناوله أخوه تربة من أرض مقدسة فاستعاد وعيه على نحو أدهش الأطباء. تقديم الإسلام في إطار كهذا يذكر بعصور السحر والأساطير التي نرى تمثيلاتها في الأفلام، وليس إلى هذا العصر. يؤمن بهذه القصص من تهفو أرواحهم إلى تلك العصور أو من ينتمي لثقافة هذا الزمان، فسوف يعاملها كقصة تروى للتسلية لا أكثر. يقول المدافعون عن التراث الديني: إن كل ما ورد عن النبي ملزم لنا ولو تعارض مع العلم والمنطق، وأعلموا أنهم مضطرون لتكرار هذا القول لأنه أساس المنطق القديم، لكن كيف نتأكد أن هذا فعلاً ورد عن النبي؟ لذا ماذا لو فكرنا بطريقة مختلفة؟ لو حررنا عقولنا من هذا المنطق وبحثنا في الاحتمالات البديلة، ألا نستطيع التوصل إلى منطق جديد يحفظ جوهر الشريعة ويستوعب مقولات العصر وعقلانيته في آن واحد؟ هل يحتمل إسلامنا منطقاً جديداً أم هو أسير لمنطق الماضي؟ استهل البرلمان النيوزيلندي جلسته الأولى بعد مجزرة المسجدين بتلاوة آيات من القرآن الكريم تضامناً مع الضحايا وتكريماً لهم، وعنونت صحيفة القدس العربي: برلمان نيوزيلندا يستهل جلسته بآيات من القرآن الكريم. وقالت الصحيفة: ظهر الإمام ناظم الحق ثانوي وهو يتلو آيات من سورة البقرة داخل قاعة البرلمان النيوزيلندي قبل أن تلقي رئيسة الوزراء كلمة مؤثرة حول الحادث الذي هز العالم ببشاعته. وذكر تلفزيون النيوزيلندي على قناته الإخبارية الأولى أن البرلمان استهل أول جلسة له منذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كريس تشيريش بتلاوة عربية لآيات من القرآن،
وأوضح أن تلك الآيات تلاها بالعربية الإمام ثانوي، عقبها ترجمة للغة الإنجليزية قرأها الإمام طاهر نواز. اهتمام جديد من الأسواق الآسيوية في السنوات الأخيرة بشراء الحمام الزاجل أدى لتحقيق رقم قياسي لأحد الفصائل القيمة بعد منافسة شديدة بين الصينيين في مزاد عبر الأنترنت لشراء أرماندو، التي وصل سعرها إلى رقم خيالي بالنسبة لشراء حمامة. وعنوان موقع الدي دبليو الألماني: بيع حمامة بمليون و252 ألف يورو في مزاد ببلجيكا، فمن اشتراها؟ وقال الموقع إنه ولأول مرة سجلت الحمامة أرماندو رقما قياسيا غير مسبوق بعد بيعها في مزاد علني في بلجيكا بسعر خيالي لتصبح أغلى حمامة في العالم. وذكر موقع المزاد العلني أن مواطن صيني غير معروف اشترى الحمامة بقيمة 1,252,000 يورو، ويستخدم هذا النوع من الحمام في مسابقات الحمام الزاجل التي تعد من التقاليد العريقة في بلجيكا، وساعد الاهتمام الآسيوي بها في عادة النشاط لهذا التقليد، وكان من المتوقع أن يتم بيع الحمامة بما يقارب 500,000 يورو فقط، ليتفاجأ الجميع بالمبلغ الخيالي الذي وصلت إليه في نهاية المزاد. ونجح الطائر أرماندو في كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم حمامة تدعى نادين، وبلغ سعرها 376,000 يورو. وتنحدر الحمامة أرماندو من فصيلة الحمام الزاجل، أفضل طائر في السباق للمسافات البعيدة التي تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر يوميا بمتوسط سرعة تبلغ 90 كيلومتر في الساعة. الكثير من الصور ذات الدلالات السياسية أو لسياسيين نشرتها صحيفة الجاردين، ونحن اخترنا لكم بعضا منها لعرضها عليكم في جولتنا المصورة. متابعة. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. بهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.